السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل مشاهدينا ومتابعينا. بنرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من طبيب على الهواء. كما تعودنا دائما أن نقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحة، وإيمانا بمبدأنا أن الوقاية دائما خير من العلاج. بشرفنا وسعدنا النهاردة أن يكون في ضيافتنا عالم من عالم الطب في مصر، حد بنسعد بنصايحه الغالية قوي بأسلوبه البسيط جدا، بيبسط لنا الأمور وبيشيل أي رهبة وخوف عننا من أي مشكلة ممكن تواجهنا. ضيفنا اللي بنسعد بلقائه دايما الاستاذ الدكتور عصام عماره، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس، وزميل الجمعيه الامريكيه لجراحات العمود الفقري، وزميل الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشلل الرعاش. منورنا دكتور عصام. اهلا بك دكتور. بنسعد بلقاء حضرتك. معانا احصائيات من منظمه الصحه العالميه تخض شويه. 50 مليون شخص في العالم يعانون من الصرع. مظبوط. 80% من الأشخاص المصابين بالصرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تمام. 3/4 الأشخاص المصابين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يحصلون على العلاج اللازم. دي حقيقة. النسبة العالمية من 4/10 لكل 1000 شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من 7/14 مصاب بالصرع من كل 1000 شخص. 70% من الحالات المصابة يستجيبون للعلاج. تمام. الصرع بيعد من اشهر الامراض العصبيه اللي منتشره بشكل كبير جدا في مجتمعنا، وخصوصا اليومين دول. هو الملفت للنظر في الاحصائيات دي، هو ليه البلدان المنخفضه والمتوسطه الدخل؟ اشمعنى؟ هو انت ده بيعرضك او هنضطر نتدخل في او نتعرض لموضوع الاسباب اللي تؤدي الى الصرع. فانت من البدايه خالص انا عايز اعرف يعني ايه صرع الاول، هو يعني ايه صرع بالمفهوم البسيط كده؟ يعني ايه تشنج؟ تشنج معناها ان في حركه لا اراديه مفاجئه حصلت لمجموعه من العضلات. ايه ده تعمل كده؟ لكن لو اتكررت ده اسمه صرع. يعني لو انا عملتها مره واحده كده وسكتت لا تسمى بالصرع، لكن كده 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 اذا دخلنا في موضوع الصرع. ده برضو بيعتمد على مكان البؤره الصرعيه فين، لانه مش كل حاجه ممكن تبقى تيجي بتشنجات. في نوبات صرعيه بتيجي بشكل الواحد يبقى ماشي عادي ويجيله نوبه سرحان اسمها ابسنس، ان هو كما لو كان غايب تاه عن الدنيا خالص. ودي بتحصل كتير للاطفال في المدارس. تبص تلاقي المدرس بيشرح حقيقه معينه في التاريخ ويكون الدكتور عصام معنا قاعد مثلا كده وبعدين سرح الدكتور عصام. اسمها ابسنس، كما لو كان مش موجود. وبعد كده يجي بعد كده المدرس هاي عصام مثلا جمال عبد الناصر قام بثوره سنه كام؟ يكون عصام سرحان في الوقت اللي قال فيه، والموضوع ده يتكرر كذا مرة فيتخذ انطباع عنه انه انسان غبي، ويدخلنا في مشكلة نفسية مع الطفل ومع اهل الطفل. ودي شفنا حالات كتير بهذا النمط، مجرد ما بتاخد العلاج الكهرباء بتاعت مخه بتظبط الولد بيبقى سوبر، حتى ما بيبقاش شخصية عادية. ده نوع. نوع تاني ممكن تبص تلاقيها واحد واقف وراح واقع مرة واحدة اسمه اتونيك، يعني اللي هي الحس العضلي او العضله لما تبقى شد عشان توقفنا على رجلينا اتون، يعني فقد التون في عضلاته خالص راح واقع مره واحده في الارض. ممكن تيجي في شكل الام في البطن اللي احنا بنسميه ابدومينال ايبليبسي، يعني الام في البطن بتيجي بتبقى تقدر تسميها بوادر اللي احنا بنسميها الاورا، اللي هي
علامات ما قبل النوبة الكبرى اللي هي بتيجي. انذار مبكر. بالظبط كده. فإذا شكل الصرع بيختلف على حسب مكان البؤرة الصرعية المصاب أو المريض مصاب بها هي فين في مخه، بتترجم في شكل حركات أو غير حركات. طب دكتور عصام، احنا تكلمنا في الحلقة السابقة وحضرتك بينت لنا قد ايه عظمة الخالق في تكوين المخ والفصوص اللي موجودة فيه وكم الخلايا الرهيب وقمة الإعجاز في نقل الإشارات العصبية وإيه الومضات الكهربائية اللي ممكن بتبقى نتاجتها ايه وبتيجي من فين وتعمل ايه والسرعة هو الصرع ده مكانه موجود في المخ. طبعا صح كده؟ طب ليه مكان محدد؟ لا لا لا، يعني بنسمع ان في حاجة اسمها صرع كلي وصرع جزئي. هنا بيخضع زي ما احنا قلنا البؤرة الصرعية فين. فاللي انا شرحته لحضرتك اللي هو الابسنس ده مثلا، ده يعتبر من الصرع الجزئي. في نوع تبص تجده ان هو مجرد جات له الام في بطنه واختفت. في نوع ممكن تجيله شكل اصوات غريبة اسمعها واختفت. في ممكن تجيله اشكال غريبة شافة واختفت. الموضوع لم يكتمل او ما وصلش للنوبة الكبرى. النوبة الكبرى اللي هي ان الومضات كانت قوية بما فيه الكفاية بحيث انتقلت انتشرت للمخ كله، وصلت المركز الحرجي فقلبتنا لتشنجات، والمركز المسؤول عن اليقظة ففقدت الوعي وقعت. يعني انت بتقول دي حالة من فقدان السيطرة على 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 السنترز او الاجزاء الموجودة في المخ. اكيد. اللي بتؤدي لتنظيم الحركة الارادية مثلا ما هي كده، لانه الخلية بتاعت مخنا لها سرعة معينة واداء معين متناسق مع بقية الخلايا. يعني احنا عدد الخلايا عندنا في مخنا زي ما اتكلمنا في المرة السابقة بيتراوح ما بين، يعني طبعا العلماء ما قدرناش نوصل للعدد الحقيقي، لكن بنتراوح من 100 من 80 الى 120 130 مليار خلية. رقم مهول. رقم مهول جدا. صورة معانا فيديو معانا هنا فيديو يبين لنا المخ نفسه وحتى التعرجات اللي موجودة في المخ دي تبين لنا دي الخلية العصبية اللي احنا بنتكلم عنها. زي ما احنا شايفين ليها راس وليها ديل وليها افرع. الديل بتاعها ده بيبدأ يتفرع تتشابك معاه خلايا اخرى عشان يعمل السيكونس او بالظبط عشان سرعة نقل النبضات. الومضات بتنتقل جوه المخ بسرعة 5 ميل او 5 ميل في الثانية. سرعة رهيبة جدا. في نفس الوقت الومضات بتنتقل في الاطراف عندنا بتتراوح في الرجلين او الجزء السفلي مننا من 60 الى 80، في الايدين والجزء العلوي تتراوح من 70 الى 90 متر في الثانية. رقم كبير جدا طبعا. طبعا ما الحمد لله طبعا عشان خاطر سرعة الرد، عشان بفهمك ده من الاعجاز كمان في مخنا ان المخ البشري يقدر يعمل 2 مليون عملية حسابية في الثانية. متخيل هذا الكلام؟ 2 مليون عملية حسابية في الثانية. طبعا مش كل الناس. انا بقول المخ البشري قدراته كده. قدراته كذا. المخ ده نفسه، مخنا نفسه اللي قدامنا اللي باين في المنظر اللي قدامنا ده وزنه بيتراوح حوالي ده حقيقة دكتور ولا لا؟ ده جبس. ده جبس. ده جبس ما تخافش. والجمجمة دي بس والجمجمة اللي قدام حضرتك دي يعني بلاستيك. تمام. فاحنا قلنا عدد خلايا وقلنا الفصوص الموجودة فيها قبل كده. المهم اللي عايزين نقوله ان الجزئين دول مع بعض، جزئين دول مع بعض بيلتقوا في النص بحيث ان الجزء اللي احنا شايفينه اللي هو هنا ده الاصفر ده هو ده اصفر ولا لبني؟ لا اللبني. الجزء اللبني ده بيربط الخلايا اللي هنا بالخلايا اللي هنا، بيربطهم ببعض عشان يبقى في نوع من التنسيق ما بين الاوامر اللي طالعه من هنا للاوامر اللي طالعه من هنا. زي ما حضرتك قلت لنا المره اللي فاتت ان في حاجه بتدرك الحدث نفسه وفي حاجه بتفسره. بالظبط. يعني زي ما احنا قلنا ان الفص الامامي مثلا، احنا بنتكلم الفص الامامي الايمن والفص الامامي الايسر. الفص الامامي الايسر مسؤول عن الذاكره، مسؤول عن العواطف، في حب، كره، صداقه. لكن الفص الامامي الايمن، هل الحب ده له دلالات؟ هل الصداقه دي تتبعها افعال؟ ده مخزون هنا في الناحيه اليمين، الهيستوري بتاع الحاجه دي. بالظبط. وما يتبعه. يعني انا مثلا لما نيجي مثلا الجزء الخلفي، الجزء الخلفي على الناحيه اليسار موجود هنا مركز الرؤيه، ده الدكتور زكري. انا شفته بالناحيه دي. لكن على الناحيه اليمين ذكرياتي المرتبطه بالدكتور زكري.
وهكذا. يعني احنا مش عايزين عشان ما نضيعش الوقت تاني عشان ما نكررش اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. تمام. الاوامر العصبيه زي ما احنا قلنا ان الخلايا العصبيه بيحصل لها الكهرباء بتاعت مخنا احنا الشيء في الوضع الطبيعي بتتراوح ما بين 20 ل 25 هرتز في الثانيه. واحنا نايمين من 4 ل 5 هرتز في الثانيه اللي هي السايكل. تمام. وحده التردد يعني. فبالتالي الاوامر تنتقل من خليه لخليه بسرعات اللي احنا قلناها. لو حصل ان الانتقال ده ما خدش الشكل النظامي اللي احنا بنتكلم عليه واصبح فايرنج يعني اصبح يطلع اكتر من السرعه اللي احنا قلناها بالشكل ده وبتطلع بشكل عشوائي، هنا الخليه دي اصبحت خليه مسيطره على المخ. يعني حضرتك تقصد تقول ان هي خليه بقت مجنونه في حركتها مثلا، مش ماشيه بالتناغم اللي موجود بينها وبين الخلايا التانيه. بالظبط، مجنونه في حركتها. وبينتج عنها حاجات جنان. يعني مثلا يعني ايه ان انا اشوف حاجه غيري مش شايفها؟ يعني ايه اسمع حاجه غيري مش سامعها؟ يعني ايه اشم حاجه غيري مش شاممها؟ احنا نسميها دي هلاوس ناتجه لان الخليه دي بتشتغل بشكل غريب مش هو الشكل المعتاد. لما الكهرباء بتاعتها تزيد زياده عن اللزوم تنتقل لبقيه المخ، دخلنا في الحاله الصرعيه الكبرى اللي هي فقدان الوعي مع التشنج. هو ممكن الحاله الصرع دي تيجي لحد وهو نايم؟ طبعا ده كتير. ده كتير. ويعني عادة الزوجة بتلاحظ ان ممكن، او الزوج يلاحظ في مراته، او الام تلاحظ في ابنها، او ان المريض نفسه يصحى يلاقي نفسه عاضد نفسه، او في لعاب نازل منه على المخدة، او ان هو متبول على روحه. ففعلا في حالات بتحصل اثناء النوم. طب دكتور عصام، علشان زي ما تعودنا من حضرتك دايما بتوضح لنا الامور ببساطة لنا بشكل بسيط جدا، يعني الصرع ده بيجي من ايه؟ في مقولات كتير بنسمعها وحاجات مش عارفين مدى صحتها يعني الصرع. مبدئيا من اوائل الحاجات دي، هل الصرع وراثي؟ في جزء منه وراثي. الاب اللي عنده صرع ممكن يجي لابنه صرع؟ ليس بالضروره. ليس بالضروره، لكن لو ان الجين الاب حمله والام حد من عيلتها حمله بيقوي بعض فبيظهر في الاجنه. يعني اقصد اقول ان جين الصرع جين ضعيف. ما هواش جين قوي. ما هواش دومينيتنج، يعني ما هواش جين مسيطر. لكن لو انا في عيلتي موجود وفي عيله مراتي موجود، اصبح الجينات الاثنين قوي بعض متنحة. هنا ممكن. لكن مش هو ده اكتر نوع. اصل ده يمكن تحديدا بيلفت نظرنا ان كان في موجود في انجلترا زمان قانون بيحظر على المصابين بالصرع من الزواج، يمنعهم من الزواج، الى ان تم الغاء القانون ده في سنه 1970. نعم. فهل فعلا كان ممكن، هل مفهوم قبل كده ان لا ده ما ينفعش يتجوز اصلا؟ ليه ليه ليه؟ على اعتبار ان هي وراثه؟ لا لا لا، تم الغاءه مثلا؟ لا لا طبعا الكلام ده مش مظبوط علميا، مش مظبوط. هو ما يتجوز يعني مريض عنده صرع ما يجوزش واحده عندها صرع. ده اللي انا اتقبله. تمام. لكن مريض عنده صرع يتجوز لسنه عاديه؟ طبعا مفيش ما شفنا خالص. ياما شفنا حالات عاديه كتيره، والام حتى حملت، الام نفسها اللي هي مريضه بالصرع حملت واخدت علاجات والبيبي نزل عادي وعايش حياته عادي. لا لا لا، يعني ما فيش اي مشكله. المشكله ان يكون اثنين عندهم صرع هم اللي يجوزوا بعض، ده اللي هنا اللي بتعمل الازمه. طب ده بيجي من ايه؟ احنا عرفنا يعني ايه صرع، ايه اسبابه بقى واشهر اسبابه؟ زي ما احنا قلنا في جزء منه وراثي، وان كان هو ده نسبه قليله، لكن الجزء الاكبر والاهم ان تكون مشكله حصلت. هو يمكن هنا بس هنا نوبه. عايزين نتفرج على النوبه ديت. دولت شباب بيلعبوا مع بعض، وبعدين زميلهم كان بيلعب معاهم، وبعدين وقف مرة أو اللي هو واقف ده بدأت تجيله أعراض غريبة جدا زي ما احنا شايفين، حركات لا إرادية هو بيعملها. وبعدين مرة واحدة هنلاقيه وقع في الأرض بقى يعني تايه، ما هوش عارف يعمل إيه. ومرة واحدة لقوه بتجيله تشنجات، اللي هي طبعا هم هيجروا عليه علشان خاطر يتعاملوا معاه إزاي. ودي نقطة مهمة، كيفية التعامل مع مريض الصرع. زي ما احنا شايفين المريض لازم يبقى نايم على جنبه في مكان واسع، وما نحاولش نمسك لا ايديه ولا رجليه، نحاول فقط ان رجليه ما تنطرش بعيد، مش نمسكها هي نفسها نحن. بس لازم يتحط على جنبه، وبعدين لسان يعني راسه تبقى مدلدله لتحت بحيث ان هو ما يعضش لسانه، بحيث ان هو ما يبلعش لسانه. دي نقط مهمه جدا. انا في حاجه اقدر اقوم بيها ولا هي يعني هي كده يعني هي النوبه لازم تفضل مستمره؟ لازم تفضل لغايه وقت ما هي تروح، لكن لو استمرت اكتر من 3 دقائق او 4 دقائق لا، هنا المريض لازم يجيب الاسعاف ولازم يروح على المستشفى. عادة هي تنتهي من 3 دقايق ل 5 دقايق، ما بتتعداش. وممكن حتى تقعد في دقيقة واحدة، ما احنا شايفين احنا ما كملناش دقيقتين وحصلت النوبة وانتهت النوبة. فهنا
كيفيه التعامل مع المريض مهمه جدا. في ناس كتير بتحاول تمسكه تمسك رجليه تمسك رجليه، لا ده ممكن يتكسر ممكن يتكسر. في مرضى جولي عندهم كسر في العمود الفقري، التشنج بيبقى قوي قوي جدا، تحس ان يعني عضلاته بتكامل طاقتها جدا. وده بيخليك تخش في الكاراتيه واليوجا، الحاجات اللي احنا مش عارفين ايه القوه الخارقه اللي بتيجي في اللعيب ده، بيجيبها منين، اللي هي تجميع القوة في اتجاه واحد. هي نفس القصة، انت القوة الخارقة اللي في جسمك دي كلها بتتجمع في اتجاه واحد. حتى لو كان طفل ما تقدرش ابدا توقفه، لو وقفته او سكته يعني بايديه ممكن عضمه يتكسر. فعشان كده اوعى تعمل كلام يعني ده عليه ان انا حاوط يعني تحاوط عليه، ينام على جنبه وراسه تبقى لتحت بحيث ان هو ما يبلعش لسان. دي اهم نقطة عشان تضمن سكة الهواء انها سليمة لغاية ما النوبة تروح. تمام. طيب استكمالا بقى لحديثنا، ده بيجي من ايه؟ زي ما احنا قلنا اهم نقطة اللي هي فترة الحمل. فترة الحمل الثلاث اشهر الاولى اللي الام بتبقى حامل فيها دي فترة تكوين الجهاز العصبي المركزي، المخ، الحبل الشوكي. فبالتالي ادوية معروف عنها انها ممكن ليها تراتوجين، يعني ليها اثار على الجينات او على التكوين، يجب الابتعاد عنها. عشان كده دايما احنا بننصح الام دايما ارجوكي ما تستخدميش اي علاج في الفتره دي، الالام يا دوبك بنستخدم البنادول مش اكتر من كده. تبقى من الشهر الخامس وتبقى من الشهر الخامس خلاص. دي اول نقطه. النقطه الثانيه اثناء عمليه الولاده. اثناء عمليه الولاده لو حصل ان الجنين تعرض لنقص اكسجين، لان احنا عايزين نتخيل الولاده بتتم ازاي. لما بتيجي عملية الولادة بيحصل انفصال للحبل السري اللي بيغذي الطفل، بيديله الاكسجين بيديله الغذاء، وفي نفس الوقت وهو الطفل بينزل بيتفرز زي ما احنا قلنا قبل كده انزيم اسمه السرفاكتانت، اللي هو الرئتين اللي هي كانت عايمة في مية تتنفخ عشان تبدأ تشتغل بالهواء. لو حصل ان القصة دي اتأخرت، يعني البيبي ما نزلش في الوقت المناسب، اتزنق واتزخر الدكتور، فبالتالي على طول هيحصل ان هو هيشرب الميه، يعني هيستنشق الميه اللي حوالين امه، هيحصل نقص، فالميه تنزل على الرئه يحصل نقص اكسجين، والاكسجين ياثر على المخ نفسه، يبدا يدخلنا في اماكن في المخ نفسه تبدا تتلف، ما وصلهاش اكسجين، وتبدا تكون هي بؤره صراعيه. واذا الاكسجين بعيد عن الخليه العصبيه من 5 إلى 10 دقائق خلاص انسى الخليه دي، انساها ماتت. علشان كده زي ما حضرتك نصحتنا المره اللي فاتت ان المفروض الام بتتابع متابعه جيده طبعا مع طبيب النساء طبعا، وتحدد البدايه قرار من اول من يوم مع المتابعه، وطبعا بيعمل حاجه اسمها بلفيمتري بيقيس الحوض بتاعها وحجم راس الجنين عشان حدد هي هتولد قيصريه ولا هتولد عشان ما تفاجئش اثناء الولاده. طبعا طبعا طبعا، لان القيصريه اصبحت يعني هنسميها روتين يومي بيتعمل عشان ما يبقاش الجنين هو الضحيه. طيب ده السبب اللي هو اثناء الحمل او اثناء الولاده بالظبط. بعد كده ممكن قوي الطفل اتولد اتعرض لحمى يعني ممكن قوي اثار كتيره زي حمى عملته التهاب، التهاب سحائي، حمى شوكيه، اي حاجه من الحاجات دي درجه اثر في المخ. بعد التطعيمات كانت اتاخد بطريقه غلط، جرعه اكثر من اللازم فتركت اثر في المخ. فاذا معنى كده اللي احنا بنتكلم عنه زي ما احنا شايفين المريض اللي قدامنا ده برضو دي نوبة صراعية. طبعا احنا يعني مش عايزين المشاهدين يبقوا متضايقين، لكن احنا بنحاول نبرر لكم قد ايه المريض الله يكون في عونه وكيفية التعامل معاه، لان نقطة مهمة جدا كيفية التعامل معاه. زي ما اي حد مننا معرض ده يعني ده ابتلاء، واي حد مننا معرض انه ممكن يجي له كده، فلازم على وعي كامل احنا ازاي نقدر نتعامل معاه عشان نحمي نفسنا ونحمي غيرنا. انا في قصة عايز احكيها لحضرتك. انا في مريض رفع قضية على الدكتور اللي ولده في امريكا بعد 20 سنة يعني من الولادة، بعد 20 سنة راح رفع قضية. ليه؟ لانه اكتشف انه هو عنده صرع، واكتشف ان السبب الصرع بالنسبة له نقص اكسجين تعرض ليه اثناء عملية الولادة. طب ودي سهلة بتعرف تشخيصيا يقدر يتقال لا اصل الصرع ده سببه من 20 سنة ما انت سرعة نبضات البيبي المفروض ليها سرعة معينة. اذا زادت عن اكتر من 100 عن 150 دخلنا ال 180 معناها ان المخ ده بيعاني. لان نقص الاكسجين بيخلي ضربات القلب تبقى سريعه جدا جدا. ففي طبعا في حاجات بتتعرف، البيبي لونه نازل وهو نازل ضربات قلبه كان شكلها ايه، اذا غالبا المخ ده هيتعرض لنوبه صرعيه او هيجي له صرعه او تعرض لنقص الاكسجين، اللي هو بعدين زي ما بقول لك طالما انت عندك بنسميها احنا توثيق لكل شيء بعد 100 سنه تقدر تحصل على المعلومه وتقدر تقاضي اي حد، لكن انت نظرا انك ما عندكش توثيق فمش هتقدر تعمل اي حاجه.
حتى لو عندنا احنا بعد 20 سنه نروح نرفع عليه قضيه وتحكم لنا فيها. دي 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 من ضمن الاسباب اللي ممكن تؤدي لكده اللي هي الحمى. بالظبط. او بقى بعد كده المريض تعرض لحادثه، حادثه عربيه، حصل كسر في الجمجمه، حصل تهتك في احدى الانسجه في المخ، حصل كدمات في المخ تركت بؤره صرعيه، او ان يحصل ورم في المخ، او انه يحصل نزيف في المخ. دي اسباب كتيره قوي بتكون سببها. وبعدين الصرع لما بيجي في سن كبير، سن كبير يعني فوق، يعني احنا غالبا الصرع بيحصل في سن صغير في الاطفال غالبا، لا غالبا، لكن الصرع اللي بيجي في سن متاخر يعني فوق سن ال 30 ال 40 هنا تبقى الان المريض يكون عنده ورم في المخ. 40% من المرضى اللي بيجي لهم الصرع متاخر فوق سن ال 40 سنه ده غالبا بيبقى عنده ورم في المخ، لانه ممكن يكون سبب وكان في مشكله من الاول ما بانتش غير دلوقتي، او في عوامل خطوره مثلا سرعت بالموضوع. فانا بتكلم في الجزئيه دي تحديدا ليه؟ عشان ما نقلقش الناس يعني. يعني لا انا بالعكس لازم سرعه على كبير. لا 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 لازم يقلق. انا بقول لك بالعكس، انا بقول الكلام ده عشان تقلق، بتجي له نوبه صرعيه كده على طبعا عشان تقلق، عشان تدور على السبب وتجري تعالج نفسك. الاحصائيات بتقول كده 40% من الصرع اللي بيجي في سن متاخر غالبيته بيكون ناتج عن اورام في المخ. اذا ما كانش فيه مثلا، اذا كنت انا ما تعرضتش لحادثه، اذا ما يعني انا بحاول استبعد الاسباب الاخرى، لكن مره واحده كده بدون حادثه، بدون ما تجيني حمى قبل كده، ومره واحده جيني صرع فوق سن ال 40، لا ده غالبا المريض عنده مشكله عضويه، يا اما ورم في المخ، يا اما عيف احد شرايين المخ، يا اما عنده وحمه على المخ. ويقلق حتى لو هي مره واحده بس اللي جت. عاده لا، لو اتكررت. بس برضو من النصيحة إذا حصلت مرة لازم أدور على نفسي وأحاول ما سيبهاش كده، ما سيبهاش. طب من ضمن الأسباب كثرة الحديث، ما نعرفش مدى صحة الكلام ده، التطور التكنولوجي اللي بقينا فيه، الإرهاق بشكل دائم، قلة النوم، مسكة الموبايل اللي بشكل مستمر، اللي احنا أصلا بقينا بننسى كتير وبقى فيه قلة تركيز. طبعا الموبايل اللي بقى شيء اساسي موجود، وبنسمع كلام يقول لك ما تخليش الموبايل وانت جنبك وانت نايم. الكلام ده صح ولا غلط؟ عارف يا دكتور ذكري، لما بيجيني مريض عنده صرع بقول له عشان خاطر اقنعه، بقول له كالاتي: لو ايدك اتخبطت ورمت هتستخدمها؟ لا. قال لي لا. قلت له هتعمل بايه؟ هريحها وقت ما تخف. قلت له تمام. لو جالك اسهال هتاكل بشكل عادي ولا هتستنى لغايه ما بطنك تستريح؟ عمال هستنى لغايه ما بطنك تستريح. انا بمشي معاه بالتدريج. منطقي. فقلت له نفس القصه، حد فينا يعرف يريح مخه؟ جاوب لا، لكن نعرف ما نرهقوش. يبقى اذا ما حدش فينا يعرف يريح مخه، لكن انا اعرف ازاي ما ارهقش مخي. ايه الحاجات اللي تؤدي الى ارهاق المخ؟ واحد، اضطراب نظام النوم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجعلنا الليل سباتا والنهار معاشا. اذا معنى كده ان الليل ده للنوم والنهار ده للشغل. عندنا ناس كتير هي ليلها نهارها ونهارها ليلها، لا مش مستريحين، حياتهم مش مظبوطه. لان احنا في عندنا حاجه اسمها الساعه البيولوجيه. الساعه البيولوجيه دي هرمون معين بيفرز الاس تي اتش الساعه 3 فجر و3 العصر. بيفرز ويبدا يعلى لغايه ما يوصل اعلى مستوى ليه الساعه 6، من 6 ل 9 في اعلى مستوى ليه، ينزل بالتدريج لغايه ما يوصل 12، من 12 ل 3 الفجر ده ادنى مستوى ليه على مدار ال 24 ساعه. وبعد كده يبدا يعلى تاني. المرحله دي هي مرحله النوم اللي هي من 10 او 11 لغايه الساعه 4 او 5 قبل صلاه الفجر. احنا محتاجين ليها، محتاجين ليها عشان المخ ده يقدر يكيف نفسه ويعيش زي ما ربنا خلقه. لان في الفتره دي برضو احنا بننام فيها نوم عميق. الفترة دي فقط اللي بننام فيها نوم عميق. ويقال فعلا دكتور عصام تأكيدا لكلام حضرتك، يعني في ناس تقول لا ده نوم الساعة بتاع بالليل ده اهم من 3 4 ساعات بتاع الصبح. ما هو المريض بيقول لي: طب انا ما نايم يا دكتور الساعه 4 الصبح وبصحى الساعه 4 العصر، عايز اكتر من كده؟ 12 ساعه نايم. قلت له: يا عم انا عايزك تنام 5 ساعات اللي هي من الساعه 10 لغايه الساعه 3 ولا الساعه 4، هما دول اهم ساعات عندي. ليه بقول هذا الكلام؟ لان احنا عندنا في حاجه اسمها العقل الظاهر والعقل الباطن. العقل الباطن ده اللي انا بخزن فيه الرغبات المكبوته اللي لازم هنفس فيه. العقل الباطن ده بينفس في الاحلام. يعني انا متضايق من دكتور ذكري رئيسي في الشغل، مطلع عيني، فهمتني حضرتك؟ فانا عايز اقتله، عايز اموته، انا اسف يعني. فانا بنفس عن الكلام ده امتى؟ في الاحلام. الاحلام دي كلنا بنحلم كل يوم على فكره، كل يوم بنحلم. طالما انت بتفتكر وناس ما بتفتكر. بالظبط، لما تبقى حلم قوي بتفتكر، لكن غالبيتنا بنحلم. ده امتى؟ اذا نمنا في الوقت اللي بتكلم عليه. طب انا لو نمت بقى الساعه 4 ولا 5. انا هنا في نقطه مهمه دكتور عصام، في ناس
وشريحة كبيرة جدا هو طبيعة شغلها بتحتم عليها ان هي اصلا عندها شفت شغالة بالليل. مظبوط. هو يقدر يتفادى الضرر اللي بيقع عليه. عملت احصائية على العمال اللي بيشتغلوا في الحديد والصلب في افران الحديد والصلب اللي هي الورديات بالليل. تمام. وجد ان الناس اللي بتشتغل دوريات بالليل ويرجعوا تاني يوم الصبح اللي بيوتهم يعاني من اكتئاب نفسي وتوتر عصبي شديد. دي معروفة. اصل ده المخ البشري، ربنا خلقنا بالشكل ده، وعشان كده الامراض كترت. ونوم بالنهار ده حتى لو كان ولا له قيمة، ما يعوضش ولا له قيمة، ولا له قيمة خالص. انت بتريح عضلاتك لكن مش بتريح مخك. احنا هنا عايزين نريح المخ ولا نريح العضلات؟ المفروض هو ده، هي دي الفكرة احنا بنتكلم عنها. يبقى نرجع تاني، يبقى اذا اضطراب معدل النوم ده اول واحد. نمرة اتنين، اي شيء يلخبط لي كهربة المخ لازم ابعد عنه. ازاي؟ زي ما احنا قلت ان الكهرباء بتاعتي وانا صاحي من 20 ل 25 هرتز. نبص على الاجهزه الكهربائيه اللي حوالينا، التلفزيون، الغساله، الثلاجه، المكوه، مش عارف اي حاجه بسلك، من 50 ل 60 هرتز مفيش منها اي مشكله. لكن اي حاجه كوردلس يعني ما فيهاش سلك زي التليفون اللاسلكي مثلا، انت بتتكلم من 800 الى 2000 هرتز. 800 2000؟ من 800 الى 2000 هرتز. ما انت في تليفونات بتبعد عن القاعده بتاعته مثلا حاجه بتاعت 100 متر تلاقي الصوت فيري كلير واضح جدا. ما هو ده الهرتز عالي جدا. ده التليفون. طب ما انت عندك ايه بقى اللي هو داء العصر؟ ده احنا محاطين اصلا باجهزه طول الوقت. داء العصر حضرتك بتتكلم عنه اللي هو الموبايل. تمام. اقل موبايل اللي هو لا فيه بلوتوث ولا فيه كاميرا ولا فيه اي حاجه، فيري سيمبل بسيط خالص. انت بتتكلم في 600 هرتز. التليفون اللي بتقدر تخش بيه على النت، فايبر، شاتنج، زي شباب اليومين دول. كل اللي الحركه اللي سمارت فون، انت عديت المليون. البلاك بيري كان اول تليفون نزل على مستوى العالم يخش على النت. كندا عملته، ما كان مكتوب فيه غير مصرح لمريض الصرع، غير مصرح لمريض الصرع. الكلام ده خطير جدا دكتور. جدا جدا. انت لا تتخيل كم المرضى اللي بنشوفهم بسبب سوء استخدام الموبايل. طب احنا نعمل ايه في دي؟ انا ارجو من من المشاهدين يخش كده على اليوتيوب ويكتب كده مساوئ التليفون السيلفون او مساوئ التليفون اللي هو المحمول، او ينزل لي فيديوهات رهيبه من ضمن الفيديوهات المشهوره اللي هي ثلاث تليفونات موجودين يعني بطرمان في دره على ربع ساعه عمالين احنا نتكلم في التليفونات دي لمده ساعه، بس الدوره بقت قلب في شهر. حطوا بيض، بعد ربع ساعه لو بيض بقى مسلوق. ثلاث تليفونات وحواليه؟ ربع 15 سنتي. على بعد 15 سنتي. ده احنا بيبقى على ودننا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حاني المخ بتاعنا ده عشان ما نتعرضش للاضرار دي، لكن وبالرغم من كده بتحصل مشاكل. عشان كده التقنيه ليها ميزه وليها عيب. هو يمكن الموضوع ده هو فيه اسئله كتير جدا، بس للاسف وقت حلقتنا خلص. بس احنا ان شاء الله على وعد احنا هنستكمل الموضوع ده. موضوع مهم جدا وبيخص شريحه كبيره جدا من الناس، وينقصنا الوعي الصحي والطبي فيه والتعامل مع الحالات دي، وان انا افهم جسمي ايه ده، ايه اللي فيه وبيعمل ايه، وايه المشاكل اللي ممكن تحصل له، وعلشان نوصل في الاخر ان الوقايه خير طبعا من العلاج. اكيد. دكتور عصام سعدنا بلقائك، وان شاء الله على وعد نستكمل الحلقه الجايه الموضوع اللي اتكلمنا فيه ان شاء الله. احنا في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ الدكتور عصام عماره، استاذ جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بطب عين شمس، وزميل الجمعيه الامريكيه لجراحات العمود الفقري، وزميل الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشلل الرعاش. سعدنا بلقائك دكتورنا العزيز. شكرا دكتور زكي. بنتمنى من الساده المشاهدين ان هم ما يزعلوش من المناظر اللي عرضناها ومن الفيديوهات اللي عرضناها. دي حاله ابتلاء، المرض ابتلاء ممكن يجي لاي حد فينا. لازم نفهم كويس قوي. احنا يمكن ما خلصناش الموضوع كله في حلقه واحده، لان الموضوع فعلا كبير ما ينفعش يخلص في حلقه واحده. فاحنا لما بناخده حته حته وبنفهمه كده بنقدر نستوعب ونكون صوره عامه هو ايه المرض ده، وايه جسمي، وايه اللي ممكن مشكلتي في جسمي، واحاول اتجنبها ازاي، ولو لا قدر الله جاتني انا اقدر اتغلب عليها ازاي. نتمنى نكون قدمنا معلومات مفيده، وعلى وعد ان احنا ان شاء الله هنستكمل موضوع الصرع ده في الحلقه القادمه باذن الله. وبنحب ننوه للساده المشاهدين يمكنكم التواصل معنا والاجابه على كل تساؤلاتكم عن طريق صفحتنا على الفيسبوك برنامج طبيب على الهواء. وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من طبيب على الهواء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.